الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهد الكريم، إلى حلقة جديدة من هذه السلسلة المتصلة بالتأمل والتدبر في هدايات القرآن المتنزلة في كتاب ربنا سبحانه. التي يجعلها هذا العنوان المبارك ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم آه النساء في ديننا هن شقائق الرجال والذي آه ينظر في القران الكريم آه يجد ان القران يخاطب المؤمنين هذا الخطاب الجامع يقول يا ايها الذين امنوا فيا ايها الذين امنوا ويا ايها الناس هذا النداء يدخل فيه الرجال والنساء. فليس في القران يا ايها الرجل او يا ايتها المراه. صحيح هناك احكام خاصه قد تكون بالرجل او احكام خاصه بالمراه لكن بالعموم وبالخطاب العام فليس ثمه تفريق ابدا بين رجل وامراه. الخطاب يا ايها الذين امنوا خطاب عام شامل يدخل فيه الرجال والنساء وعلى هذا فليس ثمه معنى لأن لأن يعني يقال قضية المرأة يعني كأن المرأة عندها كأنها شيء منفصل عن عن هذا المجتمع الواحد رجالا ونساء. القرآن يصور هذا التصوير ان هذا المجتمع ينهض برجاله وبنسائه وان النساء والرجال على درجة واحدة من المسؤولية ومن ومن الثواب. قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم مؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذه الوظائف الوظيفة التي من أجلها وجد الإنسان فهذه الوظيفة الوظيف التي يشترك فيها ال... يشترك فيها الرجال والنساء يعني لا يتقدم الرجال فيها ولا يسبق النساء فيها بشيء والجزاء هناك عند الله عز وجل ايضا سواء بين الرجال وبين النساء، قال الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. فالله عز وجل لا يضيع اجر العاملين، العاملين كانوا ذكورا او كانوا اناثا، كانوا رجالا او كانوا نساء. فالذي يقدم لنفسه في الآخرة يجد ذلك الثواب عند الله عز وجل وهكذا تتابعت الآيات التي تؤكد هذا المعنى أن الرجال والنساء في ديننا على مرتبة واحدة من المسؤولية و و وعلى درجة واحدة من الثواب عند الله عز وجل لا يتفاوتون إلا بكسبهم وإلا باجتهادهم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي بأحسن ما كانوا يعملون فهذه كلها موعودة الله عز وجل لعباده المؤمنين رجالا ونساء والظاهر جدا التطبيق العملي يعني الذي يريد أن يفهم القرآن فهما صحيحا عليه ان يرجع الى التطبيق العملي لكل ما جاء في القران. التطبيق العملي هو ما كان عليه هديه صلى الله عليه وسلم، وسيرته صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يحاكمون الاسلام باوضاع متاخره متخلفه في بيئات انقطعت عن ذلك الهدي المستقيم. فالاسلام يحاكم بما جاء في القران الكريم ويحاكم بما كان عليه التطبيق العملي في سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة وسيرة خلفائه الراشدين من بعده لو نظرنا وتأملنا في وضع المرأة في على زمانه صلى الله عليه وسلم ما سبق الرجال النساء في أمر من أمور الإسلام في لا في الأمور العظيمة ولا في ولا في ما هو دونها إذا تكلمنا أولا عن عن الاستجابة للإيمان بالله وبرسوله إذا ذكر الناس الصديق رضي الله عنه ذكروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فبكل تأكيد سيذكرون خديجة رضي الله عنها وربما كانت هي السابقة التي سمعت أول تنزل الوحي على رسول الله والتي ذهبت به إلى ابن عمها ورق ابن نوفل والتي كانت هي المعين له في تلك التجربه الجديده التي فزع منها صلى الله عليه وسلم اول الامر فهذه هي السيده خديجه في في استجابتها لله ولرسوله فكانت هي السابقه الى الاسلام اذا ذهب الناس يتكلمون عن بذل المال في سبيل الدعوه فالسيده خديجه هي التي واست رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسها وبمالها وكانت هي اول ممول واول داعم لهذه الدعوة ولهذا الدين بذلت مالها في سبيل الله عز وجل هذا كله كان من السيدة خديجة وإذا ذهب الناس يتكلمون عن عن الاستشهاد في سبيل الله وعن بذل الروح رخيصة في 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 سبيل الدين فأول شهيدة في الإسلام هي سمية بنت الخياط نحن لا نعلم من الذي قتل أولا هل زوج هل الذي قتل أولا زوجها آه ياسر والد عمار أم هي والد عمار على كل حال هما أول من استشهد في الإسلام آه آه ياسر والد عمار ووالدته و و وسمية و بنت الخياط فسمية بنت الخياط كانت شهيدة قدمت نفسها فداء لهذا الدين وثبتت ذلك الثبات العجيب آه إذا ذهب الناس يتكلمون عن أن يهادر الإنسان يترك أحب البلاد إلى نفسه يترك دياره وطنه وأهله وقومه في سبيل الدين فسنجد أن في الهجرة للحبشة الأولى الهجرة الأولى التي هاجر فيها الصحابة عليهم الرضوان إلى الحبشة ما سبق الرجال كما هاجر الرجال هاجرت النساء هاجرت السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت أسماء بنت عميس وهاجرت وهاجرت وكثير من النساء هاجرن الى الحبشه فهذا عمل شريف عظيم كذلك ما سبق فيه الرجال النساء الهجرة إلى الحبشة إذا كان الكلام عن, عن الجهاد وحتى بالسيف يعني أم عمارة نسيبة بنت كعب يوم أحد قاتل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الكلام عن مداواة الجرحى وعن المشاركة في 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 الغزو وفي وفي الجهاد من هذا الباب فالسيده عائشه والسيده ام عطيه الانصاريه وغير وغير, وغير, وغير وكثير من النساء شاركن في هذا في هذا الباب اذا كانت المشاركه مشاركه في الامور الخطيره والامور العظيمه اخطر اجتماع في تاريخ الاسلام هو ذلك الذي كان يوم العقبه اجتماع العقبة ذلك الاجتماع الذي لقي في وسلم بعض من الذين جاءوا من يثرب واجتمع بهم في جنح الليل في خفاء من في خفية من غريش هذا الاجتماع ترتب عليه كل أمر الإسلام من بعد يعني الهجرة وقيام دولة المدينة وكل هذا كله كان بأثر ذلك الاجتماع الأول الخطير الذي قام في مكة فذلك الاجتماع شهدتهم رأتان من الأنصار في ذلك الاجتماع الدور الذي قامت به السيده اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه يوم الهجره كان دور عظيم جدا ودور خطير انها كانت تعلم مكان رسول الله ومعه والدها الصديق رضي الله عنه كانت تعلم مكانهما وكانت تغدو وتروح عليهما فهذه المراه يعني هي من من رجاحه العقل ومن الحصافه في التصرف ولا يمكن ان ان احد لتدل على مكانهما كانت تغدو عليهما وتروح فهي مستامنه على ذلك السر العظيم وغريش كلها قد جندت الجنود وارسلت الرسل تبحث عن من ياتي لها بمحمد صلى الله عليه وسلم وبصاحبه حيين او ميتين وسر ذلك كله عند امراه تغدو وتروح هي السيده اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وعن وعن ابيها. اذا كان الكلام عن المشاركه في الحياه الثقافيه والحياه العلميه والفكريه وهكذا فالسيده عائشه رضي الله عنها وعن ابيها كانت مثالا للمراه المثقفه الـ الـ الاديبه كانت تحفظ الشعر وتعرف الادب و وتعرف الانساب وتعرف حتى الطب يعني كانت امراه مثقفه ثقافه عاليه ربما لا تتوفر في في ازمنه اخرى يعني لنساء اخريات. اذا كان الكلام عن تقديم الراي وال في 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 الشورى وان تقول المراه رايها في امر من الامور فالسيده ام سلمه كان لها راي لولاه لهلك المسلمون. هذا كان تعليق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمع رايها وبعدما وافقها على رايها يوم الحديبيه يوم ان تهيا الناس ل... لعمره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم سيطوفون بالبيت الحرام وكان ما كان من امر صلح الحديبيه ان يرجع سلم من عامه هذا وان وان يعود في العام القادم وهذا الامر كان شديدا جدا على الصحابه عليهم الرضوان بعدما تهيئوا أن يردوا عن البيت ومن الذي والذين يردوهم هؤلاء المشركون يعني فرسلم خرج إلى الناس وأمرهم أن ينحروا وأن يحلقوا رؤوسهم وهكذا فما امتثل له أحد يعني ما في واحد من الصحابة ذهب لينحر أو ذهب ليحلق شعره فدخل رسلم على السيدة أم سلمة وقال لها هلك الناس هلك الناس وليس ثمة هلاك أعظم ولا أشد من ان يامر سلم بامر ولا يمتثل له الناس فقال لها هلك الناس قالت له وما ذاك يا رسول الله قال له قال لها امرتهم فلم يمتثلوا فقالت يا رسول الله هي تعلم الحال التي فيها الناس وتعلم انهم كانوا قد تهيأوا قالت له يا رسول الله اخرج الى الناس لا تكلم احدا وانحر هديك واحلق راسك فان راوك فعلوا فكان ان اخذ برايها صلى الله عليه وسلم وخرج وما كلم احد من الناس فلما راه الصحابه وعلموا انهم قد خالفوه وانه الان عاد وفعل الذي امرهم به تدافعوا للنحر وتدافعوا يحلقون شعور بعضهم حتى كاد ان يؤذي بعضهم بعضا من المسارعه في الامتثال للامر ومع ما عليهم من غم ومن هم فرجع فرجع سلم مرة أخرى إلى السيدة أم سلمة يقول لها حبذا أنت أم سلمة حبذا أنت أم سلمة لولاك لهلك المسلمون لولاك لهلك المسلمون يعني لولا هذا الرأي الذي قدمته هذه السيدة برجاحة عقلها وبحسن تصرفها راي ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به مباشره، فهذه هي المراه في ديننا في اي باب من الابواب، مشاركه في اي باب من الابواب، ولم يسبق الرجال في وما تخلفت عن باب سبق فيه الرجال، هذا هو تاريخ الاسلام، وهذا هو منهج الاسلام الاول، هذا الذي يتحاكم اليه الناس. اما ما يكون من بيئات تخلفت لجهلها او تخلفت لانقطاعها عن هذا الهدى وعن هذا النور فهذا امر يتصل بتلك البيئات ويتصل باولئك الاقوام لكن الاسلام هذا هو هذه هي منزله المراه في ديننا تشريفا وتكريما وسبقا واجتهادا وكسبا وكلهم ياتي يوم القيامه يلقى ثواب ما قدم من الرجال ومن النساء الله نسال أن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يرحمنا بالقرآن، وأن يجعله لنا نورا وهدى وضياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.